الله نهى، ازيك عامله ايه؟ انا على فكره مبسوط قوي 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 ان انا شفتك النهارده. ادري احنا بنشتغل في مكتب واحد وبنشوف بعض كل يوم، وانا مبسوط كل يوم لو انت مش واخده بالك يعني، بس النهارده يعني مبسوط زياده شويه. ليه؟ اقول لك يا ست، انا احكي لك. اول حاجه انا اترقيت، ممكن تباركي لي؟ مبروك. الله يبارك فيكي، الله يبارك فيكي، ميرسي جدا جدا، ميرسي قوي يا نهى، ربنا يخليكي. تاني حاجه بقى ما سالتنيش بس انا هقولها لك برضه. تاني حاجه بقى يا ستي، انا اشتركت في النادي. عارفه ده معناه ايه؟ ايه؟ ان احنا نشوف بعض هنا. ايه ده؟ في النادي كمان. ايه رايك بقى؟ نهى انت ساكنه فين؟ غرب سومد ولا متميز؟ انت فكرك لما تقول لها ان انت مشترك في نادي ولا تعميها بالسهله معاك دي هتقولك اتجوزني؟ نعم يا زين، عايز ايه؟ احنا زملاء في مكتب واحد يعني عادي نتكلم في حاجات زي دي، وشكلك يفرق معايا. انت بتحبها يا ادري؟ قوي قوي يا زين قوي. ممكن اقول لك على نصيحه؟ اتفضل. مبدئيا كده الستات عارفين كل حاجه. كل حاجه اكيد. خش دغري. ماشي فهمتك. وايه كمان؟ الست تحب الراجل الحامش. موجود. ورومانسي. لا دي لعبتي بقى. لا الرومانسيه انا اسمع سومه من هنا من غير تلزيق. قصدك ايه يعني؟ والراجل اللي بيسمع بيقدر. زين انت بتتكلم عليا؟ ده انا كل ده، ده انا يعني، ده ادري يعني ادري. الف مبروك. الله يبارك فيك يا زين. مبروك. سلمي جدا على مدام نهى. حبيبي يا زين، متشكر جدا لذوقك. توفيق توفيق. بحبك جدا. هم دول الزمايل يا زين، هم دول الزمايل. يفرحوا بعض يعني. ادري. بقول لك ايه، عندي كرافات زي دي ما تلبسهاش تاني. انت عارفه ان ادري ما شالش عينه من عليكي صح؟ وايه الجديد؟ طب هو قالك اي حاجه؟ ما بيبطلش تلميحات. انت عارفه ان اللي هو تجاوز معاكي في اي حاجه انك ممكن تقدمي فيه شكوى صح؟ احنا عندنا في الشركه مش بنهزر في الحاجات دي. تفتكري انا محتاجه اقدم شكوى في ادري عشان ابعده عني؟ يا بنت انا لو عايزه اخليه لما يشوفني بسرعة يهرب ويروح سرعة تاني هعمل كده. بس ادينا بنتسلى. تمام. فاضي شويه؟ انت شايف ايه؟ شايفك ما بتشيلش عينك من عليه، اتقل شويه. لا انت فاهم غلط خالص على فكره. انا باجي هنا من زمان، وهي لما عرفت ان انا باجي هنا ابتدت تيجي عشان عارفه اني زبون. انت طلعت زبون فعلا. عايز منك خدمه. اه. طبعا مساله حسابيه مش عارف تحلها. حسابات عميل عندنا بس فيها لعب. عايز اعرف مين المسؤول. تمام. بس ليه الاسامي مشطوب عليها؟ عشان ملف سري يا نبيه. صح. هو طبعا في لعب، في حد عايز يختلس من الفلوس وعايز يلبسها لحد تاني. بس على مين؟ انا ادري الزيات. تعرف تقول لي مين هو؟ اعرف اقول لك مين هو. اهو القلم. اه اتفضل. امال بتقول بتفهم وانت ولا بتفهم؟ ايه يا ادري القرف ده؟ ايه؟ ها؟